هذا في أجواء المؤسسة الدينية. هناك من يستلم راتبا شهريا لأنه يفعل في فلان المعمم. صدقوني، هذا الكلام لا هو بتحليل ولا هو بافتراء، وعندي عليه الوثائق. وإذا ما كذبوني، قبل فترة وجيزة ظهر تسريب صوتي من مكالمة مع المرجع الشيعي المعاصر كمال الحيدري، يتحدث فيه عن مسألة احتجازه في بيته، ومن أن الموجودين في النجف يشير إلى محمد رضا السيستاني، يشير إلى السيستاني وابنه، من أن الموجودين في النجف لهم يد وراء هذا الموضوع، والرجل صادق. أنا لا أدافع عن كمال الحيدري لأنني لا أتفق معه، لكنني أدافع عن حقه في أن يمتلك الحرية كي يتحدث عن الذي يعتقد به وإن كنت أخالفه. لماذا البقية يتحدثون؟ إذا كنتم تريدون أن تطبقوا عليه حكما من أن العالم الفاسد يحبس ويسجن إلى آخر عمره، إذا كنتم تريدون أن تطبقوا هذا الحكم الشرعي، فلماذا يطبق على كمال الحيدري فقط؟ ومن قال من أن عقائد كمال الحيدري هي أفسد من عقائدكم، ووالله عقائدكم لهي أفسد مئات المرات من عقائد كمال الحيدري. على الأقل الرجل صادق مع نفسه، وإن كنت أختلف معه اختلافا كاملا، لكن الرجل لا يكذب، إذا اعتقد بشيء صرح به وتحدث به. أصدروا السيستانيون تكذيبا لما نقل عن كمال الحيدري وكان بصوته، والتسريب موجود على الشبكة العنكبوتية. والله هم الكذابون، الرجل كان صادقا، والنجف دفعت أموالا في هذا. أنا لا أتحدث عن تحليل، أتحدث عن معلومات. محمد رضا السيستاني كالمجنون، أنا أطمئنه وأقول له إن الشيعة حمير، فاطمئن يا أبا حسن، اطمئن، الشيعة حمير، فاطمئن يا أبا حسن. هو خائف من مجيء كمال الحيدري إلى العراق، لكنني أقول لك يا أبا حسن، حتى لو جاء كمال الحيدري فإن الشيعة حمير، قد يكون كمال الحيدري منغصا لك، ولكن شيعة العراق خصوصا حمير بامتياز، فاركبوهم وهنيئا لكم. هذا هو واقع الشيعة في العراق وغير العراق، لكن شيعة العراق استحمروا استحمارا كاملا منذ سنة 448 للهجرة وإلى الآن، فهم مستحمرون بامتياز، ماركة مسجلة. أتلومون الحيدري وهو يتحدث في الوثيقة الديخية من أن مراجع النجف، من أن مراجع الشيعة عموما منذ البداية وإلى الآن اتخذوا الشيعة حميرا يركبون على ظهورهم، وهذه حقيقة واضحة لا مجال للشك فيها. أعود إلى كلامي، لا تستطيعون أن تكذبوني، تستطيعون أن تكذبوا الحيدري. إذا ما تجرأتم وكذبتموني سأعرض الوثائق التي عندي، سأعرضها، والتي ستجعل الفضائح مدوية أكثر وأكثر. في أوساط المرجعية هناك من يلاط فيه من المتنفذين، وتدفع الرواتب للذين يلوطون فيه، والعكس بالعكس أيضا، هناك من الغلمان
الذين يلاط فيهم وتدفع لهم الرواتب. وهذه القضية ليست في زماننا هذا فقط، وإنما هي موجودة حتى في المرجعيات السابقة. وغالبا ما يكون القوادون من موزعي الرواتب، غالبا هكذا، لا أتحدث عن الجميع، لكن غالبا ما يكون القوادون الذين يعملون عند أولاد المراجع أو عند أصهارهم من موزعي الرواتب. وعندي معلومات تفصيلية في هذا الباب، وبالأسماء وبالأرقام وبالأوصاف الدقيقة وبالوثائق أيضا. حتى نويت لزيارة الحدبات مولانا منعونا، نجوهم يعني هم من النجف الشخصيات مو البارزة، الرأس هناك يتصلون ولا لا تجعلوا يدقوه مجالا أن يخرج من القبح على الأطلاق. والجماعنا المزيدة ماذا نفعل لكم حتما عندما اجتمعت عليكم مرجعية قوم ومرجعية النجف يقولون أجلسوه في البيت، قد يتفضلون علينا أنه كان لابد أن نبعدكم تبعيد منهم، تجلسون في قرية في مدينة نائية حتى لا يستطيع أحد يقول إليكم. نحن الآن ترفضنا عليكم إنكم اجلسوا في بيتكم في قوم، إذا ما ممكن تطلع إلى دولة ثانية. أقول منعونا أدوك في العراق من هنا، لا مو هنا، ما لا أملك الآن أي مستندك من الغرب. عليك على المؤمنين هناك بردا وبلغوه، يعني فيه كل مدعو إن شاء الله ما يفرج ولا ماذا.